أعرفكم الله، ما حكم حج المرأة مع أختها وزوج أختها؟ لا يجوز لها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، وزوج أختها ما هو بمحرم الله. نعم. أعرفكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ إذا كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفه بأوصافه، فإنه إذا رآه في المنام فقد رآه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان ما يعرف أوصاف الرسول، يمكن يجيها الشيطان يقول له: أنا الرسول. إذا صار ما يعرف الرسول ويفرق بين الرسول وغيره، يمكن الشيطان يلبس عليه. نعم.